مع منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وعلى ملعب مرسول بارك يواجه الوحدة الإماراتي يواجه النصر السعودي ومدينة رضوان يقرأ في دفاتر الفريقين مع عايد السعدي وأحمد الجدي من الرياض. العيون كلها تتجه نحو مرسول بارك، القلوب منقسمة، العقول مركزة، الاختبار عربي خالص ما بين عالمي وأصحاب سعادة. أبدأ مع النصر، أبدأ مع العنصر الأهم، مع جماهير تتدرب لتظهر بشكل يليق بالكيان. زي ما شفت البرافة هذه، أتوقع أنه يعني نقول ان شاء الله اللي شفناه اليوم راح تكون صوره منعكسه اليوم السبت، كان اليوم في حماس. احنا جاهزين، لعبة المنتخب التحقوا معنا من تمرين يوم امس. عندنا برضو التحاق ابو بكر كان يوم 13، فان شاء الله بنكون جاهزين ان شاء الله في المباراه، واتوقع ان جميع اللاعبين الان في كامل جاهزيتهم. الوحده فريق مو سهل ابدا، مو سهل. اذا كان هناك من يعتقد بان المباراه سهله او في متناول يد، لا مو صحيح. الوحده فريق قوي وفريق، لكن ان شاء الله النصر ايضا، يعني الوحده يعمل لفريقه والنصر يعمل لفريقه. المدرب الجديد يعتمد بشكل أكيد على أسماء النصر الضاربة في الهجوم، حمد الله، تاليسكا، أبو بكر، فينسنت، وكذلك في الدفاع مادو وعبد الإله. والله أنا أعتقد أنه اختاروا المدرب المناسب للوقت المناسب، يعني مدرب أول على كفؤ، يعني إضافة لأنه عنده إلمام عن الكرة السعودية وعنده إلمام على الكرة الإماراتية. فإن شاء الله ممكن هذا الشيء اللي بيساعدنا في الفترة هذه، أنه بيقدر يتأقلم مع ظروفنا ويتأقلم مع الفريق بشكل أسرع. إن شاء الله أنه يكون الاختيار الأنسب للنادي بهالفترة، وإن شاء الله أنه يتوفق معنا. بالأخير هي أدوات، فإن شاء الله نتوفق في كل الأدوات بإذن الله. أرقام النصر في الدوري بمعدل نقطتين في كل مباراة، وهو الأفضل من ناحية تسجيل الأهداف. في إصابات شيء؟ لا الحمد لله، الأمور طيبة إن شاء الله. على الطرف الآخر، الوحدة في الدوري لا يقدم المستوى المأمول بفوز وحيد وبخمسة تعادلات، ولم يعرف الخسارة وصب كل التركيز على المواجهة، فالعنابي يدرك صعوبة المهمة أمام النصر. والله النصر فريق وايد كبير وفريق ما شاء الله مرصع بالنجوم، سواء الدوليين في المنتخب أو اللعيبة الأجانب، وإن شاء الله جاهزين لهم بإذن الله. أكثر شيء تخشاه من نادي النصر؟ كل الأطراف، الدفاع قوي، الوسط قوي، الهجوم قوي، وإن شاء الله الله بيوفقنا ويوفقهم إن شاء الله. الوحدة لديه العناصر الهجومية القوية على رأسهم خربين وبيدرو، والخبرة بإسماعيل مطر، والحراسة بأمانة عند محمد الشامسي. هاي الله يطول عمرك كرة قدم ما فيها شيء اسمه مضمون، اللي بيعطي في الملعب بياخذ المباراة. تاريخ المواجهات في الآسيوية ليس ببعيد عن مواجهة السبت، تأهل بمجموع المباراتين تأهل فيها النصر بدور 16. أكثر شيء تخشاه على نادي الوحدة؟ عدم التوفيق. فريقنا زين وعند لعيبة دوليين ومحترفين على مستوى عالي، نسأل الله التوفيق. أكثر ما تخشاه على النصر؟ من النصر. وشو؟ من النصر، أنا خاف من النصر، ما خاف من أحد ثاني. إنه ما يكون في يومه؟ إي نعم. في النهاية الجماهير حاضرة والأشقاء في الميدان، والمضمون متعة كروية واسم عربي في نصف نهائي الآسيوية. من رضوان، صدى الملاعب.